فعل القيم مرساة لسوء الحظ بكلفك محاولة قتل، محاولة موت، تماما متمسار مع سيدنا المسيح. اضطر انه يقبل انه يعذب وانه يصلب لحتى يبرهن للعالم انه في رسالة مقدسة اهم من كل الرسائل، رسالة محبة ورسالة حق وحقيقة. وبقول بكل صراحة مرسال كثير مرات بطلع وبقول باللي عم بيقوم بهيك اعمال، طيب ليش ما بتضربنا نحن؟ نحن السبب الحقيقي، نحن يلي نتعاطى السياسي او نحن يلي عنا الموقف السياسي حتى كصحفيين. طيب ليش بتضرب فراشي؟ ليش تضرب وردي؟ ليه ما بتجي علينا؟ ليه جبان؟ اين ما كنا؟ ليه بتهربوا؟ ليه ما بتواجهوا الحقيقه وبتواجهونا وجها لوجه؟ ولكن لمين عم نحكي يا مرسال؟ عم نحكي لناس جبنه. كل ارهاب هو جبان. عم نحكي لناس مجرمين، عم نحكي لناس فاقدين اعصابهم، وعم ناس لنحكي جهله ما بيعرفوا انه الشعب اللبناني اقوى من اي ارهاب، وانه الشعب اللبناني بعد كل محنه، بعد كل يعني المصاعب اللي مرق فيها، اثبت انه اذا في مثل حي لفعل القيم بالعالم فلبنان هو بيعطي هالمثل هذا بالذات. يمكن واحد منا يدفع الثمن مرسال، ان شاء الله نحن مش غيرنا على كل حال، بس انا برجع بقول لك انه بنهايه المطاف يا مرسال لبنان، مستقبل لبنان مشع. وانا بعد بالارهابيين وكل الانظمه التوتاليتاريه، انظمه النظام الحزب الواحد، انظمه لقمعة شعوبها، انظمه اللي لبست اسود لكل امهات لبنان، الانظمه اللي خلت انه يصير في ارامل بلبنان، انه يصير في اولاد ما عندهم بي، ما عندهم ام، ما عندهم اخوه، الانظمه اللي بترت اجر مي، انظمه اللي قتلت سمير قصير، الانظمه اللي قتلت جورج حاوي، الانظمه اللي اغتالت الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الانظمه اللي حاولت تغتال مروان حمادي، الانظمه اللي اغتالت مفتي حسن خالد وكمال جنبلاط ومين بعد يسمي لك وبشير جميل ورنيم عوض وسليم اللوزي، الصحافي سليم اللوزي ورياض طه. هيدي انظمه او نظام، هيدي انظمه ارهابيه ما عندها مستقبل بالعالم يا مرسال، ولا مكان لها ابدا بهذا الشرق الاوسط، لا القريب ولا البعيد ولا ابدا بالعالم. ولذلك مستقبلنا هو للبنان ولانظمه لبنان وللحريه بلبنان.